اتفضل. حضرتك كنت طلبتني؟ اتفضل يا منى. عامله ايه يا منى؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. شغل كويس؟ كله تمام. تمام. طبعا انت عارفه اني من احسن الصحفيين عندنا في القناه، فكان عايزك في موضوع مهم جدا جدا. تمام. كان في بلد اسمها صيدا، تعرفيها طبعا؟ اه طبعا. تمام. كان في مجاعه فيها اليومين دول. اوكي. فعايزين نغطي الموضوع ده من كل الجوانب بتاعته، تعرفي لي تفاصيله بالظبط، ويكون التقرير عندي بعد اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. اوكي. اتفضلي. وانا راجع عاد مش عارف اعمل ايه، يعني اكل منين انا دلوقتي؟ يعني ماما مش عارف اعمل ايه. ايه دلوقتي؟ قولي لي اعمل ايه. طب خلاص ما تعيطش، تعالى وديني ماما. ماما؟ ماشي. يلا ماما. الصبح عملت الكيكه للراجل ده. هو الراجل ده هو ده على فكره اللي خد مني بتاعك. هو ده. طب انت ايه؟ انا صحفيه وجايه مصري مجاعه في البلد. اه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اخبار كده عندكم؟ احنا مش حاسين باي مجاعه خالص من ساعه لما ايليا النبي الراجل البركه ده جه البيت وعملنا له بكحكب، ومن ساعتها ولا الكيس ولا الزقيق بيخلص ولا الزيت بيخلص، فاحنا مش حاسين بمجاعه خالص. معرفش ده جعان ليه ده. تغطية أحداث المجاعة كانت معكم مونيكا نفيس.